أما عن تزكيات أعضاء مجلس النواب، بالمناسبة القانون وصف ما يصدر من أعضاء مجلس النواب بأنه تزكية، وما يصدر من المواطنين بأنه تأييد، وكلاهما تفعيلاً للحقوق السياسية يصدر دون رسوم ومجانياً. بالنسبة لتزكيات السادة النواب، فقد حصلنا على 424 تزكية، منهم 53 من النواب المستقلين و 371 من النواب الحزبيين، منهم 106 نائبة و 76 نائباً من الشباب أقل من سن الأربعين. أمام حضراتكم تصنيف جغرافي للتأييدات. كانت أعلى المحافظات محافظة القاهرة، تليها محافظة الجيزة، وأقل المحافظات، وهذا مفهوم ومعلوم، كانت محافظة الوادي الجديد، محافظة حدودية وعدد سكانها قليل. لكن دعوني أؤكد لكم أنكم إذا قارنتم نسبة التأييدات بنسبة عدد المقيدين في قاعدة بيانات الناخبين ستجدون أنها نسبة كبيرة. السلايد اللي بعده. فيما يتعلق بالتقسيم النوعي من ناحية الذكور والإناث، أمام حضراتكم تقسيماً نوعياً، لكن في هذه المرة تغلبت محافظة الجيزة على محافظة القاهرة في عدد التأييدات الصادرة من السيدات، وهذا يعني لا يدل ولا يعكس إلا رغبة مجتمعية واسعة وقاعدة شعبية عريضة. نحن لم نبدأ بعد، نحن يعني أيام قليلة فقط، وكان هذا هو عدد التأييدات. فلكل مواطن ومواطنة ومواطن مصري الشكر والتقدير على هذا التصرف الإيجابي.